ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم فيه عن البشرة، اسهل طريقة ترسم بيها البشرة، فيديو للناس المبتدئين، فيلا بينا. طبعا انا عملت الدرس ده عشان جالي كومنت كتير قوي او رسائل كتير قوي عن موضوع البشرة ده بالذات، او كل اللي بيجي يكلمني يقولي انا ما بعرفش ارسمها، بتقف قصادي. كويس ماشي، احنا النهارده جايين نتعلم، تمام؟ فنركز شوية صغيرين ونفهم او نعرف الطريقة رايحة منين، او انت هتبدأ منين وهتمشي ازاي لحد ما توصل للاخر خالص، تمام؟ زي ما انتوا شايفين طبعا الصورة اللي واضحة قدامكم دي، وانت بتبص على الصورة بيبقى في اجزاء عموما، يعني الناس كلها طبعا الاضاءة او الصورة اللي انت بتشوفها او ملامح الشخص اللي انت بتشوفه قدامك بيبقى في اجزاء باينة قوي ان هي يعني ايه بارزة في الوش، يعني جزء العين ده لو انت عديت ايدك على عينك او على وشك كله هتحس ان الجزء بتاع العين ده داخل لجوه شوية، المناخير دي طالعة لبره شوية، الجزء بتاع البق تحس ان هو خارج بره شوية، الجزء ده تحس ان هو خارج بره شوية. فهي الحاجات دي هي اللي بتحدد لك انت هتعمل اني طبقة فيهم، طبقة فاتحة واني طبقة فيهم طبقة غامقة، تمام؟ زي ما انتوا شايفين قدامكم كده انا هبدأ طبعا اوريكم هنحدد ازاي. طبعا هنمسك البين تول بس عشان ماسك القلم فخلينا في الفرشة. في الاول خالص كده انت هترسم بالبين تول عادي خالص زي بقى الفيديوهات، زي ما انت بترسم عادي خالص. كويس، بتبدأ تحدد يعني ايه تعد ليراتك او الطبقات اللي انت هتعملها، هتعمل الوش كام طبقة، تمام؟ انا عموما يعني فرنج مثلا من 4 5 6 معاك لحد مثلا 10. كويس، في ناس بتحب تزود، موضوع انك تزود هيبقى الموضوع كويس بس هياخد منك وقت كبير ومجهود كبير، وفي منهم طبقات هتقع منك مش هيبقى ليها لازمة قوي، تمام؟ فانت هتبدأ تركز مثلا فرنج مثلا من 6 ل 10 هيبقى عدد كويس جدا، مثلا لو وصلت 8 7 على حسب ما الصورة اللي قدامك انت شايفها وعلى حسب الستايل كمان اللي انت بترسم بيه. يعني في ستايلات سيمبل خالص مثلا هوريكم، في ستايلات ما ينفعش مثلا تكتر عن 3 4 ليرات المشكلة، وفي ستايلات تانية مثلا يعني الصورة اللي انا راسمها لنفسي كان كل اللي فيها 3 ليرات مش اكتر، مثلا صورة هي نفس الستايل ده بالظبط، كويس، فيها ادي لير 2 3، في الرابعة دي داخلة في السكتش، السكتش داخل سايح في الخلفية فخلت شكل الصورة، الصورة شكلها سيمبل، الصورة شكلها كويس قوي، تمام؟ فاحنا هنبدأ نشرح ستايل العمومي اللي هو أغلبية الناس اللي لسه هتتعلم هترسم بيه. في ناس طبعا مستوى كويس فالفترة الجاية هحاول أعمل فيديوهات أحسن شوية، فيديوهات مثلا بتعلم الناس الستايلات كويسة شوية، الناس اللي مستوى كويس مثلا اللي بقالها 6 شهور أو سنة مثلا بترسم، هعلمهم ازاي يرسموا ستايلات جديدة، ستايلات مختلفة، تمام؟ هنبدأ بس عشان ما نطولش على الناس اللي لسه بتتفرج على الفيديو. في الأول خالص كده انت بتبدأ تحدد الأجزاء الفاتحة، طبعا انت ممكن تعمل فلتر فأنا ما بفضلش الموضوع ده بس عشان الناس اللي لسه بادئة أو الناس اللي بتتعلم تعرف أماكن الطبقات فين. افكت افكت كليري، كويس، كات اوت اهي أنا كنت شغال عليها اهي، زي ما انتوا شايفين وضحت يعني جزء صغير من الطبقات مش كتير، ادي طبقة 2 3 4 5، تمام؟ انت ممكن اوكي وترسم عليها كده مفيش مشاكل، بس انت طبعا مش هتحدد الصورة بالظبط، يعني مش هتمشي مثلا على الاجزاء اللي طالعة دي بالظبط، لا كل تحديدك هيبقى عبارة عن كده مثلا، تمام؟ مش هتمشي عليها بالظبط بس هيقابلك مشاكل، هيقابلك مشاكل في الاجزاء اللي هي فين، مثلا الاجزاء اللي هي زي دي كده زي العين دي، الاجزاء دي لازم تترسم زي ما هي واضحه قدامك على الطبيعي مش اللي انت شايفه في الايفكت ده، يعني الجزء ده في الايفكت رايح خالص بالنسبه للجزء اللي انا معدي ايدي عليه ده، الجزء ده بالنسبه لك هيبقى مشكله، فانت هتحاول تبص على الجزء ده من العين اللي هو الجزء اللي تحت الحاجب على طول بيبقى غامق، العين لسعه العين اللي تحت العين دي بتبقى فاتحه شويه عشان تدي يعني ظل ونور للصوره ذات نفسها، الناس اللي بترسم بايديها هتعرف الكلام اللي انا بقوله ده. نرجع للصوره بتاعتنا، هبدأ طبعا ارسم، كويس، هبدأ طبعا احدد ليراتي، ادي 1 2 3 4 5 كفاية 6، نبدأ نرقمهم من فوق، رقم من فوق 1 2 3 4 5 6، الترتيب ده مهم جدا 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 وانت بترسم، مهم قوي. ليه هتقولي ليه؟
احنا انا لما برسم الطبقة، اول طبقة فوق خالص هي افتح طبقة بالنسبة لي. طب ازاي؟ انا هقول لك ازاي. حددها مثلا اي لون اهو، كويس. هنجيب الفرشة اهي مثلا، اهي رسمت مثلا الجزء اللي هو ده اهو، تمام. الجزء ده كده اللي انا عملته بالاحمر ده مفروض ان هو افتح طبقة، اللي هو مثلا الاجزاء اللي هي زي دي كده. اوكي اهي اهي سي مثلا اهي اهي اهي، تمام. الاجزاء اللي انت شايفها فاتحة في الصورة دي لازم هي تبقى اول لير رقم واحد. الترتيب ده مهم جدا. الاتنين انا هما اجي ارسم الاتنين مش همشي على حدود التانية بالظبط. ليه؟ عشان يبان، ما يبقاش مثلا ايه يعني انا مشيت مثلا هنا كده، هيبان في جزء زي ده كده فاضي. فانا لما اجي ارسم اللير رقم 3 هيحصل عندي مشاكل، بمعنى اللير رقم 3 هتبقى كده مثلا، هيحصل عندي الجزء ده داخل في اللير دي واللير دي. هوريكم ازاي عشان تبان اكتر اهي. حاول على قد ما تقدر الالوان، موضوع الالوان يا تكون عندك طبقات جاهزة. انا بسيبهم في لينكات الفيديوهات طبعا. الناس اللي هتعدي على الفيديوهات القديمة شوية هيلاقوا الصور الطبقات جاهزة في الديسكريبشن تحت اي فيديو من الفيديوهات اللي فاتت، او ممكن اسيبها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو ده، ما عنديش مشاكل. زي ما انتوا شايفين كده، سي مثلا ان دي الوان الطبقات، شيل دي كده. حصل معايا مشكلة. مشكلة ايه؟ ان الطبقة الغامقة جت بين الطبقة رقم 3 دي، جت بين الطبقة رقم 1 جت ورقم 2، فحصل عندي كسر هنا، خبطه شكله مش حلو، فهيدي في النتيجة النهائية الصورة شكلها مش حلو، كويس. فانت بتبدأ تعمل ايه؟ تبدأ وانت بترسم تركز كويس قوي في اللي انت بترسمه. ازاي؟ طب رسمة قدامي اهي، تمام. همسك البين تول، انا طبعا برسم بالفرشة عشان القلم عشان اعرف اشرح لكم كويس، تمام. فانت هتشتغل بالبين تول عادي وبالماوس. الفكرة كلها ان انت تحدد الاجزاء دي. الحتة دي فاتحة بالنسبة لي اهي، كده تمام قوي. هتحدد كده طبعا، بترسم بالبين تول فمش هيبان عندك الحتة دي فاضية، تمام. ممكن نلونها بس عشان ما تاخدش وقت، بس في وقت الفيديو تمام كده. دي طبعا انا رسمت في اللي رقم 3، المفروض ان دي رقم 1، مفيش مشاكل خالص انك ترقمها تاني. اهم حاجة انك تبقى عارف انت بترقم فين، واني طبقة اللي هتبقى فوق التانية، كويس. خلي دي رقم 1، نطلعها فوق نبدلها برقم 1 اللي كانت موجودة اصلا. خلي دي رقم 3 نزلها تحت، هتمشي بنفس النمط بالظبط. بمعنى ان انا رسمت رقم 1 اهو، كويس. هنمسك البين تول نرسم رقم 2 اي لون مثلا. انا بحب اختار الالوان بعد ما اخلص خالص، فزي ما انتم شايفين هنبدا برقم 2. رقم 2 في الاغلبيه العظمى للطبقات هتبقى الطبقه الثانيه، وكل طبقه مثلا تحت الطبقه اللي فوق هتبقى حواليها تقريبا، مش هيبقى في فرق كبير بينهم. يعني اهو مثلا انا حددت حواليها اهو، كويس اهو، خلاص انا ما عنديش مشاكل. الجزء ده غامق سنه صغيره، بعدين جزء فاتح وتحتيه جزء فاتح. الحاجات دي تخلي بالكم منها كويس قوي. الحاجات دي لو ركزت عليها هتطلع الصوره بيرفكت، تمام. الاجزاء دي لو اتعملت بتفاصيلها الصغيره خالص دي هتفرق معاك قوي. زي الجزء ده كده، الجزء ده غامق قوي، الجزء اللي فوق الرموش على طول تحس ان هو فاتح يعني بيلمع قوي، وبعدين الرموش. الحاجات دي لو اتعملت كويس قوي هتحس بفرق كبير قوي قوي في الصوره. زي الحته دي مثلا غامقه اهي، الحته الفاتحه اهي. احنا ممكن نعملها بس عشان وقت الفيديو انا بحاول على قد ما اقدر ما اطولش عليكم اهو. اما حاجه تطلع كويسه اهي، تمام. في جزء فاتح تاني تقريبا، لا هتقوم قافل اللير دي وفاتح اللير التانية.
كليك هنا مثلا عشان ياخد اللون بتاع اللاير كلها عشان ما ارسمش بلون وبلون وانعك الدنيا حواليها بالظبط. تمام، هتسيب فرق طبعا عشان يبان. الفكرة بقى كلها فين؟ ان انت لو سبت جزء هنا فاضي بين اللاير دي واللاير دي هيبان في اللاير اللي تحتها، فهيفرق معاك جدا 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 في النتيجة. تمام، تمام قوي. اخر لاير تحت خالص بالنسبه لك اللي انت حطيتها خلاص ان هي دي اخر واحده انا هعملها، بتحدد فيها شكله كله، يعني بتمشي فيها على الوش كله كامل حوالين السكتش كله. فبالتالي انت هتمنع مثلا ان بعد ما تخلص الصوره بتاعتك ان يبقى في جزء ابيض في الصوره من الخلفيه طالع في الرسمه بتاعتك. تمام، فنركز في الحاجات الصغيره خالص دي، هتفرق معاك جدا 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 في النتيجه. زي ما انت شايفين انا كده اعتبر خلصت. انتوا شايفينه دلوقتي ان انا ما بعملش حاجه خالص، عامل عك. تمام، هنبدا بعد ما خلصت بتبدا تختار الوانك. سي مثلا هدي اهي زي ما هي كده، انا ما موضوع الالوان ده انا ما بعكش فيه كتير، الموضوع بيبقى بيزك عادي، بيبقى حاجات بسيطه خالص، بحاول على قد ما اقدر ما اخليهاش ايه بايظه او فيها مشاكل. فبالتالي اما تخلص تحس ان النتيجه بتاعتك نتيجه كويسه. تمام قوي، الوان اهي كويس قوي. احنا طبعا رسمنا العين، فانت بقى بتبدا بقى تختار الوانك ازاي. الوانك ايه اللي رقم واحد اهي اللي انا عملتها. تمام قوي، بتبدا من اول هنا اهو رقم واحد، افتح طبعا كليك هنا بس، ده بقى اول لون، بس لازم تحدد اللون كله زي ما انا يعني كليك هنا كده اهو سيلكت اللاير كلها اللي انا رسمت فيها، كليك هنا هو حولها دايركت كلها. تمام، اللي رقم اتنين نفس النظام، ثلاثة وهكذا. ست كده يبقى انا خلصت. في لير وقعت مني معرفش اللير رقم كام، طلع بنفسجي الصورة ما تلونتش. رقم ثلاثة، المفروض ان انت بتتعامل مع المشاكل اللي بتحصل لك دي عادي خالص. كده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع العين. زي ما انتوا شايفين طبعا انتوا مش واضح قدامكم ان هي مرسومة قوي عشان رسمنا العين دي بس، هو ده التكنيكال اللي انا برسم بيه كل صوري. هنجيب البشرة بس زي ما انتوا شايفين، البشرة هنا خدت مني وقت كبير بحيث ان انا حاولت على قد ما اقدر اركز في التفاصيل الصغيرة خالص اللي انا كلمتكم فيها اللي هي زي دي كده. الخط ده كده يفرق معاك جدا وانت بترسم. خلينا نطلع العين عشان تشوفوا العين اهي. تمام، انا ممكن من غير ما اكمل السكتش هيبان قدامكم ان الصورة شكلها كويس اهي. تمام اوي كده، بكده درس النهاردة يكون خلص. اتمنى الدرس يكون عجبكم واستفدتوا منه، بحاول على قد ما اقدر افيد الناس بخبرتي البسيطة خالص. وما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو مش عامل، واتمنى الناس تشير الفيديو عندها عشان افيد اكتر عدد من الناس.